أتمنى يا كابتن إسلام حاجة مهمة جدا. أيوه. إن لجنة الحكام المصرية يعني كنت أتمنى. ومين اللي بيختار يا كابتن الطاقم؟ لجنة الحكام. هي لجنة الحكام اللي بتختار الطاقم، وهي اللي بتبتدي تعمل مراسلاتها للاتحادات اللي هي الأوروبية. كنت أتمنى أن يكون هذا الطاقم من طاقم النخبة الأوروبية. والناس بتسأل يعني هو إيه الفرق ما بين الحكم اللي في النخبة والحكم العادي؟ يعني أنتوا عاملين تقولوا حكام النخبة حكام النخبة حكام النخبة. لا، في فرق كبير جدا جدا كابتن إسلام من الحكم اللي في النخبة والحكم اللي هو في القائمة الدولية اللي هو مش مصنف. الحكم اللي في النخبة، بقول ليه إيه الفرق؟ أولا الحكم في النخبة دوت بيبقى الاتحاد الأوروبي بيختاره، وهذا الحكم اللي هو في النخبة عندهم مجموعة من الحكام في أوروبا يتم تعمل ليهم معسكرات بصفة خاصة، بيبقى بيلاقي اهتمام الاتحاد الدولي كمان، وبالتالي حكم النخبة مميز بكثرة المعسكرات اللي بياخدها، المعلومات اللي بياخدها، بحكم بيهتموا بيه كابتن اسلام بالعربي كده، بيهتموا بيه زي اللاعب الدولي كابتن اسلام هنا مثلا، واللاعب المحلي اللاعب الدولي. طيب اللي عندنا، واحنا بنتكلم مع حضرتك طاقم التحكيم النرويجي ويتفقد ارضيه ملعب المباراه قبل المباراه باقل من ساعه ونصف بالظبط. هو زي ما حضرتك قلت كده، يمكن اي طاقم تحكيم في اي مباراه اول حاجه بيبتدي يعملها اول ما بيوصل لغرفه خلع الملابس، هو بيسيبوا الشنط بتاعتهم وبينزلوا يشوفوا الملعب، لان مهم جدا الحكم يشوف ارضيه الملعب، هل هي النجيل عالي او النجيل كويس، او الارضيه ايه، او كمان الحكام المساعدين كمان المنطقه اللي هو بيجري فيها بيشوفها وبيتفقدها، كمان بيبتدوا يشوفوا المهمات بتاعه الملعب سواء كان الشباك، الرايه الركنيه، كل قد الملعب لو في اي تعديل او اي اجراءات هو من شايفها من وجهه نظره يبتدي يبلغ المسؤول على اساس ان هي تتعدل. ولكن نرجع تاني بنقول حاجه مهمه كابتن اسلام، الناس بتسال انتوا عاملين تقولوا النخبه النخبه النخبه، هو ايه الفرق بين الحكم اللي في النخبه والحكم اللي هو بيبقى حكم في القائمه عادي؟ قلنا النخبه ده بيتم اختياره من قبل الاتحاد الاوروبي او الاتحاد القاري مثلا زي الافريقي او الاتحاد الاسيوي، بيتم عمل لهم محاضرات، بيتم عليهم معسكرات كبيره جدا، بيهتموا بيهم بشكل كبير جدا جدا. حكم مميز، وبالتالي بياخد اخر حاجه بيبقى على علم ابديت، يعني ابديت على طول بكل حاجه، في محاضرات، في ناحيه فنيه، في. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان النهارده مباراه كبيره، مباراة كبيرة وحدث كبير، حدث جلل. النهارده ما كنتش تجيب حكم من النخبة في هذه المباراة، هتجيبه امتى؟ النقطة المهمة جدا كابتن اسلام، النهارده احنا كحكام ومقيمين ومحاضرين مصريين، ما احنا النهارده بنقعد نتفرج كابتن اسلام، هنشوف الحكم ده النهارده لما بيكون حكم في النخبة بنشوف ايه الجديد بالنسبة له. احنا بنتعلم، يعني حكامنا الصغيرين بيتعلموا من هذا طاقم التحكيم في ايه هو اللي خده وايه هو، فاحنا بنجيب حكم نخبة بنستفيد منه سواء كان في المباراة الكبيرة النهاردة من الاهلي والزمالك او حكامنا اللي موجودين اللي بتتفرج نشوفوا حاجة جديدة. طيب طاقم التحكيم